للأسبوع الرابع عشر على التوالي عاشت باريس على وقع تظاهرات حركة السترات الصفراء المنددة بسياسات الحكومة الاقتصادية، وفي ظل إجراءات أمنية مكثفة اتخذتها وزارة الداخلية الفرنسية منعاً لأي أعمال عنف وتخريب. انطلقت التظاهرات من جادة الشانزليزيه وجابت العديد من الشوارع وصولاً إلى شارع كونستانتين في الدائرة السابعة. جيروم رودريغيز أحد أبرز نشطاء السترات الصفراء قال في تصريح لقناة الغد إنه فقد النظر بإحدى عينيه نتيجة تعرضه لإصابة برصاص الطلقات الدفاعية من قبل الشرطة الفرنسية في ساحة الباستيل. يجب أن لا تستمعوا إلى قناة بي أف أم، فهي تبث دعاية لصالح الحكومة وهم أصدقاء ماكرون، وهم هنا فقط لتجريم هذا الحراك. هذا الحراك سيستمر حتى نحصل على جميع مطالبنا ونسترجع كرامتنا، وإلى غاية أن نحصل على ديمقراطية جديدة ونسترجعها، لأن ماكرون أساء كثيرا لهذه الديمقراطية. فقط داست الحكومة علينا ولم يستمعوا لمطالبنا. الانقسامات المتواصلة في صفوف الحركة دقت ناقوس الخطر لدى بعض نشطاء السترات الصفراء الذين أكدوا على ضرورة الوحدة فيما بينهم والعمل على سلمية التظاهرات وتجنب أعمال العنف من قبل المتظاهرين بهدف الحفاظ على صورة إيجابية للحركة لدى المجتمع الفرنسي. رسالتنا اليوم هي أن يستقيل ماكرون، وهذا سبب وجودنا اليوم. لقد كرهنا الضرائب والمتقاعدون في حالة سيئة، وحتى نحن الشباب خسرنا حرية التعبير وليس لنا الحق في ذلك. نحن في دولة غنية جدا، في حين أن الحكومة تترك كبار السن يموتون في دور المسنين، ونحن ندفع 3000 يورو شهريا لهذه المراكز التي لا تصلح حتى للعيش، لأنهم في هذا البلد يفضلون الحيوان على الإنسان. نشطاء السترات الصفراء طالبوا بوقف أعمال العنف من قبل قوات الشرطة ضد المتظاهرين وتساءلوا كم من القتلى والجرحى والمعاقين يجب أن يتحمل كل من الجانبين. أكملت السترات الصفراء الشهر الثالث من التظاهرات ضد الحكومة، ولكنها ولأول مرة منذ انطلاق الاحتجاجات تعرضت لضربة قوية تمثلت بمطالبة 56% من الفرنسيين بوقف التظاهرات وفقا لآخر استطلاع للرأي نشرته قناة بي اف ام الفرنسية. أحمد كيلاني، قناة الغد، باريس.